انت حضرت يعني المبدا اللي هكلمك فيه ده كلاعب وكمدرب، فكره ان انت تكون يعني مع فريق في مثلا في الدوري الممتاز ب ويتصعد لالف او درجه رابعه ويبقى ثالثه ايا كان سواء في مصر او براها، يعني رايك ايه في تصعيد بعض الفرق اللي انضموا للموسم الحالي؟ طبعا بتكلم على ممتاز الف، الفرق اللي كانت في ب وطلعت لالف، وجودهم هيشكل اضافه، هل في مساحه لان احنا نتفاجئ بفريق منهم؟ هو انا شايف ان فيوتشر مستعد بشكل كويس. يمكن خلي بال حضرتك، انا شايف الفرق اللي بتطلع من تحت معظمها فرق شركات عندها امكانيات وقدرات، طبعا بيعملوا تدعيمات بشكل كويس، بيستعينوا كمان بلاعبين عندهم كفاءات عاليه من انديه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز على سبيل الاعاره، فده بيدي اضافات بشكل كويس مع وجود لعيبه جيده طالعه من بجوده عاليه طالعه من وده يخلي الدوري يحلو بالظبط. انت عندك لما بيكون عندك بيكون عندك فرقتين او ثلاثه اقوياء والباقي كله فرق ضعيفه، بتحس ان الدوري كله ضعيف، يعني خلاص الصداره محسومه، الفرق الهابطه او محسومه من بدري، عكس السنه اللي فاتت كان عندنا بدايه من الموسم اللي فات كان عندنا لحد اخر لحظه الموضوع متعلق سواء كبطوله دوري او اللي عندهم صراع على الهبوط والحاجات دي، زائد الاربعه اللي هم هيشاركوا كمان او اللي هو المربع الذهبي، كان كل المناطق في الدوري فيها مشتعله وفيها منافسه شديده، فدي ده باول دوري. طبعا يمكن كمان السنه دي انا شايف انه الدوري هيبقى اقوى اكتر، لانه يعني احنا ماشيين بشكل كويس جدا جدا في حته كمان يعني عندنا يمكن رابطه الانديه ده طريق او خطوه في طريق يعني التجويد اللي هو تطوير الرياضه في مصر او تطوير كره القدم في مصر. انا شايف ان دي خطوه جميله جدا، يعني ان شاء الله هتكون ليها عامل ايجابي ان شاء الله مع في الدوري الموسم ده والموسم اللي جاي ان شاء الله.